مرحبا بكم من جديد. مواصلين إذن في حكايتنا بالنسبة لليلة، نشوفوا شنو اللي صار بالضبط الفريدريك جيتار. فريدريك اللي بشي تلقاه مقتول في داره بثلاثة رصاصات، مقتول وبشي تلقاه مكتف وحويجه منحية بطريقة فيها إيحاءات جنسية، استغرب منها المحققين وشدوا البيست وراها بش يعرفوا شنو اللي صار له. مش اكتشفوا أنه فريدريك يهوى العلاقات الجنسية العديدة والمتعددة وأصلاً المختلطة، وأنه من بعد باش يشوفوا أنه فما واحد من هاللي كوبل اللي كان صحاب هو ومرته معاهم اللي عنده علاقة أكيد باللي صار لفريدريك، بما أنه فرانسوا الراجل في هالكوبل هذا هو اللي تليفونه باش يعطي إشارة بحذا تليفون فريدريك آخر مرة. الشرطة إذن باش تكمل تحقيقاتها تحت حس مس، باش تحاول تفهم بالضبط شنو اللي نجم يكون صار في هالموضوع هذا، وشنو دخل هالكوبل هذا مع القضية اللي صارت في موضوع مقتل فريدريك. باش يكتشفوا من خلال فتح الكتاب على فرانسوا المرة هذه أنه مغروم بالتير وأنه عنده سلاح في داره. مغروم بالتير، عنده سلاح، وفريدريك مات بالسلاح بثلاثة كراتش. اعتبروا أنهم عندهم ما يكفي من المعطيات لإيقاف كل من فرانسوا ومرته ماجالي. من الأول الاثنين باش ينكروا تماماً أي علاقة عندهم بالموضوع، لكن من بعد ماجالي باش تبدأ تدخل بعضها وتحكي شنو اللي صار. الحقيقة غاضتها ياسر صاحبتها توريا، أشهر وهي تقولها راهو طردني، راهو خرجني، راني ما عنديش فلوس، راهو كذا. ومن بعد قلت لها اللي هو باش يستعمل تصاورها متاع العلاقات الجنسية بتاعهم الكل مع بعضهم باش يبعثهم وباش يخرجهم. يا أخي هي قررت أنها تعاون صاحبتها، كيفاش النجم نعاونك يا توريا؟ يلزمني الأورديناتور، الأورديناتور اللي فيه التصاور هذوما كان ناخذه سي ما عادش فما مشكلة. هيتاو نجيبهولك أنا الأورديناتور أنا وفرانسوا. هاتوا نمشيوا له ونجيبوا الأورديناتور. وسيتم التنسيق ما بيناتهم الثلاثة. توريا باش توصلهم للعمارة، باش تعطيهم البادج متاعها، وباش يطلعوا السي فريدريك، وباش يدخلوا للدار بما انه يعرفهم يعني ما يستحقوش على أساس جاوا باش يسلموا عليه. ولكن فجأة باش تقول له راهو عيب عليك اللي تعمل فيه في توريا، واعطيني هكا التصاور اللي قاعد تهدد فيها به. وفريدريك باش يبدا يتمسخر عليهم الكل ويضحك عليهم، وباش يقولها بطبيعه مانيش باش نعطيك التصاور، على شنو تحكي انت؟ ومن كلمه لكلمه وينو الاورديناتور، اخرجوا عليا من الدار، ترف كذا، تجبد الفرد وتهددوا به في مرحلة أولى. ما هوش باش يصدق التهديد فريدريك، باش تشد مخدة تحطها قدام الفرد باش الحس ما يطلعش، وترطاف كرتوشة الأولى في جنبه باش تجي في كرشه. فريدريك يمس في الدم، ما هوش مصدق. قال لها يا مهبولة شنو عملت؟ فاش قاعدة تعمل؟ يا ولدي وين الأورديناتور؟ وينهم التصاور؟ هو يسيح ويعيط باش نشكي بيكم وباش نكلم الكذا. باش تشكي بينا؟ وتوجه له الكرتوشة الثانية في رقبته، ثم الكرتوشة الثالثة في راسه.
الحق الحق انا اختصرت لكم شوية، اما هو في البحث ما تعرفش شكون اللي استعمل الفرد، المرأة ولا الراجل ما عرفنيش. كل واحد يقول من الاول قال، وكل واحد قالين، وبعد باش تبدل الاقوال. من الاول ماجالي قالت انا، وفرانسوا قال انا، ثم من بعد تنفصل كيفاش باش تتبدل الاقوال. لكن على كل حال الاثنين يجمعوا على حاجة، اللي هو كي خليوه في الدار خليوه حي باش يسمعوا كان في الأخبار اللي هو ميت، وقت اللي بنته جاته للدار ولقاته ميت. توريا باش تقول أنه ما في بالها بحد شيء، كي هبطوا وجابوا لها الأورديناتور والتليفون ما قالوا لها حد شيء، قالوا ها الأورديناتور داير. قلت لهم ما نحبش ناخذه، خليوه عندكم، أنا بيدي ما نحبش ناخذه لا الأورديناتور لا التليفون. هما يسكنوا في الكورس، في 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 فرنسا، الجزيرة الفرنسية، في الكورس. دونك خذاو البطو ماشين الكورسيكا باش يروحوا، لوحوا الأورديناتور والتليفون من البطو، وفي بالهم الحكاية وفات لهنا. لكن بعد التحقيقات ماجالي مش باش تستحمل كل اللي صاير حول القضية والضجة اللي خذيتها الأمور، ومش باش تستحمل فرضية أنه يتحكم عليها. ماجالي اللي تلاعبت بها توريا، علاش قلت لكم باش نحكيوا على موضوع التلاعب بالعقول، الزن على راسها كل يوم وهي تحكي لها على دراشنو باش يعمل لها باش كذا، اللي الأخرى حست روحها كأنها يلزمها هي تلقى لها حل، صاحبتها ويزمها تلقى لها حل، يزمها تعاونها. من بعد توريا باش تقول ما في باليش، عملوا وحدهم، انا عمري ما قلت لهم يقتلوه. وقتها ماجالي ستنتحر وباش توضع حد لحياتها، وباش يبقاو زوز في القضيه فقط، فرانسوا وتوريا. فرانسوا بعد ما انتحرت مرته باش يقول في الحقيقة أنا ما قتلتش، أنا حضرت معاهم حضور، أنا طلعت معاها للدار وهي مرتي هي اللي قتلت. أما توريا فستواصل الإنكار، رغم اللي المرة هذه فريدريك قال لا مش صحيح تكذب، قال وقت اللي طلعنا من بحذاها فرانسوا ولا شنو، قال مش صحيح تكذب، قال وقت اللي طلعنا من بحذاها في الكهرباء قالت جو فو لو فوار مور، نحب نشوفه ميت. اما رايها واقوالها ضد اقواله. على كل حال توصل القضيه امام المحكمه في هذه الوضعيه، هذاك يقول انا ما قتلتش مرتي اللي ماتت هي اللي قتلت، والأخرى تقول أنا ما عندي حتى علاقة بالموضوع، أنا قلت لهم يعاونوني مش ناخذ الأورديناتور وما قلت لهمش يقتلوه. هاي حط روحك أنت توا في بلاصة المحكمة بالمعطيات اللي عندك هذية، شنو الحكم في هذه القضية؟ في فيفري 2019 مش تصدر الأحكام في هذه القضية، أحكام اللي باش تصدر على فرانسوا ب 15 سنة حبس. 15 سنة لأنه المحكمة اعتبرت أنه ما فماش ما يكفي من المعطيات التي بصفة يقينية تبين أنه فرانسوا هو اللي استعمل السلاح ونفذ العملية. ماني كنت قلتها قبل ونعاودها، الشك في القضايا راهو يا جماعة يمشي لصالح المتهم، هكا القانون، الشك يمشي لصالح المتهم. كان نشك زعما هو زعما ليه، شو اللي يقولوا زعما ليه، هذيك اللي تمشي، هكا يقول القانون. كان عندك شك يلزم يمشي لصالح المتهم. أما فيما يتعلق بتوريا فبالنسبة للقضاة والمحلفين اللي حاضرين ما عندهمش شك في أن توريا طلبت من أصدقائها أنهم يقتلوا رجلها، وأن الظنان متاعها على ريوسهم هو اللي خليهم يتحولوا
إلى هذه الجريمة، وبالتالي مش تحكم عليها المحكمة بعشرين سنة سجن. شكراً على حسن المتابعة، إلى اللقاء.